بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده عن شابتر رقم 3 من التصميم الهندسي اللي هو الجيومتريك ديزاين. الشابتر رقم 3 بيتكلم عن حاجة اسمها السايت ديستانس، اللي هي مسافات الرؤية. ايه هي مسافات الرؤية؟ قال لي مسافة الرؤية هي المسافة التي يراها السائق أمامه من الطريق. يعني أنا عندي طريق بالشكل ده، هنا عربية والسواق ماشي بالعربية، السواق شايف مسافة قد إيه من الطريق قدامه. المسافة اللي شايفها دي اسمها مسافة الرؤية. يبقى مسافة الرؤية هي المسافة التي يراها السائق أمامه من الطريق. فتعالى نشوف أنواع مسافات الرؤية. قال لي مسافات الرؤية تتقسم إلى نوعين رئيسيين. أول نوع حاجة اسمها الـ Available Sight Distance، اللي هي مسافة الرؤية المتاحة. يعني ايه مسافة الرؤية المتاحة؟ قال لي دي المسافة الفعلية الموجودة للسائق، خلاص السائق مش شايف غير المسافة دي، مسافة محددة مجبرة على السائق، سواء كانت المسافة دي أقل من المسافة التصميمية أو أكبر من المسافة التصميمية، هو أجبر على هذه المسافة، دي اسمها الـ Available Sight Distance. تمام. قال لي المسافة دي لها نوعين. الأول حاجة Open Sight Distance، هي مسافة الرؤية المفتوحة أو مسافة الرؤية في الأماكن المفتوحة. يعني إيه؟ قال دي مسافة الرؤية الموجودة في الطرق المستقيمة، الطرق الستريت، مفيش أي عائق قدام السائق، فالسائق شايف أقصى مسافة ممكنة من الطريق، فدي تسمى Open Sight Distance. طيب تاني نوع قال حاجة اسمها Limit Sight Distance، مسافة الرؤية المحددة. هنا لأ، هنا أصبح في عائق أمام السائق. عائق زي إيه؟ قال لي وجود مثلا منحنى رأسي، فالسائق قدامه شايف مسافة محددة ما يقدرش يشوف أكبر من كده. المسافة دي مسافة محددة للسائق وما يقدرش يشوف مسافة أكبر منها. زي إيه تاني؟ زي لما يكون في منحنى أفقي، عندي ده طريق بالشكل ده كده، بعد كده ده المنحنى الأفقي، فالسائق جاي في الطريق، أكبر مسافة ممكن يشوفها السائق هي المسافة دي بالشكل ده كده. فالمسافة دي مسافة محددة اسمها limit sight distance أو district sight distance، أي مسافة رؤية محددة. تاني نوع من أنواع مسافات الرؤية، وهو النوع اللي احنا هنستخدمه أو هنشرحه في الفيديو ده، حاجة اسمها design sight distance، مسافة الرؤية التصميمية. مسافة الرؤية التصميمية قال دي مسافة الرؤية اللي السائق يحتاجها على الطريق، خلاص المسافة اللي أنا بصمم عليها الطريق، يبقى هي أقل مسافة رؤية لازمة للسائق في الطريق. يبقى مسافة الرؤية التصميمية أقل مسافة يحتاجها السائق على الطريق، ودي اللي أنا بصمم عليها الطريق، سواء كانت في المنحنيات الأفقية أو في المنحنيات الرأسية زي ما هنشرح في الدروس القادمة. طيب تعال نشوف أنواع الديزاين سايد ديستانس، اللي هي مسافة الرؤية التصميمية. قال لي لها 3 أنواع. أول نوع حاجة اسمها ستوبنج سايد ديستانس. ستوبنج سايد ديستانس قال لي مسافة الرؤية المطلوبة للتوقف. طيب نرمز لها بإيه؟ قال لي نرمز لها برمز SSD، ستوبنج سايد ديستانس. طيب إيه هي مسافة الرؤية اللازمة للتوقف؟ قال دي مسافة الرؤية اللي يحتاجها السائق عشان يقدر يقف على الطريق، أو يقدر يعمل فرملة على الطريق ويقف دون أن يصطدم في أي عائق أمامه. هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. تاني حاجة اسمها الباسنج سايد ديستانس، هي مسافة الرؤية اللازمة للتخطي. يعني ايه تخطي؟ يعني السائق محتاج مسافة قد ايه من الطريق عشان يقدر يتخطى مركبة أو عربية قدامه، ويرمز لها برمز BSD. طيب تالت حاجة اسمها الديسيشن سايد ديستانس، مسافات الرؤية المطلوبة لاتخاذ قرار. يعني ايه مطلوبة لاتخاذ قرار؟ انت قدامك مثلا تقاطع، فانت مطلوب تتخذ قرار في التقاطع، لما تعدي التقاطع لما تصبر لغاية لما تلاقي الجاب أو تلاقي الفراغ اللي تقدر تعدي فيه، فبالتالي دي مطلوبة لاتخاذ القرار، حاجة اسمها الـ Decision Sight Distance، هنتكلم شرحها بالتفصيل برضه في الفيديو ده. تعالى أول حاجة وأهم نوع منهم هي الـ Stopping Sight Distance، أنت هتستخدمها بكثرة في تصميم الـ Horizontal Alignment اللي هو المنحنى الأفقي، وكذلك في تصميم المنحنى الرأسي. تعالى نشوف أول نوع عندي اللي هو الـ Stopping Sight Distance. الـ Stopping Sight Distance هي مسافة الرؤية المطلوبة أو اللازمة للتوقف. طيب شرحها إيه؟ قال لي هي أقل مسافة يحتاجها السائق من الطريق أمامه. ليه؟ عشان يقدر يتوقف. إزاي؟ أنا عندي الطريق أهو، ده السائق ماشي بالعربية، فجأة السائق تفاجأ إنه أمامه عائق على الطريق،
في عائق هنا على الطريق، فالسائق عاوز يقف قبل أن يصطدم في هذا العائق. طب قول لي إيه أقل مسافة يحتاجها السائق من الطريق عشان يقدر يقف بدون أن يصطدم في العائق؟ هي اللي اسمها مسافة الرؤية اللازمة للتوقف. قال لي مسافة الرؤية دي تنقسم إلى مرحلتين. يعني إيه مرحلتين؟ أول مرحلة حاجة اسمها مسافة الإدراك ورد الفعل. إيه مسافة الإدراك ورد الفعل ده؟ السائق ماشي على الطريق، فبص قدامه شاف عائق، هنا أدرك إنه أمامه عائق، ثم السائق فكر إنه يتخذ القرار بالفرملة عشان يقدر يقف بدون أن يصطدم في العائق، يبقى هنا عمل مسافة أدرك إنه أمامه عائق، مسافة إن هو فكر إنه يتخذ قرار رد فعل عشان إيه ما يصطدمش في العائق، اسمها مسافة الإدراك ورد الفعل، ولكن بدون تفعيل رد الفعل، مسافة الإدراك واتخاذ قرار رد الفعل. هي أول مرحلة. تاني مرحلة عندي حاجة اسمها مسافة أو مرحلة تفعيل قرار رد فعل، هو مسافة الفرملة. يبقى أنا عندي مسافتين، أول مسافة حاجة مسافة الإدراك ورد الفعل، بس هيك أدرك إن في عائق أمامه واتخذ قرار إنه هيوقف العربية ولكن بدون تفعيل القرار. تاني مسافة حاجة مسافة تفعيل القرار اللي هي مسافة إيه؟ مسافة الفرملة. فتعال نشوف القانون اللي بيوضح لي المسافتين دول. قال لي مسافة الإدراك ورد الفعل هي perception and reaction time، القانون بتاعها بيساوي إيه؟ قال لي بيساوي 0.278 في ال V اللي هي السرعة في ال T اللي هي الزمن. طب تعال نشوف كده مكونات هذا القانون. السرعة دي السرعة التصميمية للطريق بتاعي. ال T دي زمن الإدراك ورد الفعل، يبقى T دي زمن إيه؟ زمن الإدراك ورد الفعل. طب تاخدها بقد إيه؟ قال لي ليها قيمتين، يا إما 2.5 سكند يا إما 3 سكند. طيب إمتى بستخدم دي وإمتى بستخدم دي؟ قال لي 2.5 سكند لو اداهالي في المثال، قال لي عاوز المينيمم سايد ديستانس، فأنا باخد 2.5 سكند. طب لو قال لي عاوز الماكسيمم سايد ديستانس فباخد إيه؟ فباخدها 3 سكند. طيب لو بدون لم يذكر في المسألة سواء المينيمم أو الماكسيمم باخدها بكام؟ باخدها ب2.5 سكند، وده الغالب في المسير. تاني مسافة أو تاني قانون اللي هو مسافة الفرملة اللي هي breaking or static distance. طيب إيه هي مسافة الفرملة دي؟ قال لي بتساوي الفي تربيع على 255 في الإف موجب أو سالب الجي. تعالى نشوف إيه موصل القانون ده. أول حاجة الـ V اللي هي السرعة التصميمية للطريق، بتكون مقاطعة عندي في المسألة. تاني حاجة عندي اللي هي الـ V. إيه الـ V ده؟ قال لي ده احتكاك الطريق. يعني إيه احتكاك الطريق؟ طيب أنت ماشي على الطريق ولما ضربت فرامل اللي هيوقف العربية على الطريق احتكاك العجل أو احتكاك الكاوتش مع الطريق، فده اسمه احتكاك الطولي للطريق. الاحتكاك الطول للطريق ده مرمز له بالرمز ايه؟ مرمز له بالرمز اف. طيب هتاخدها بأنهي قيمة؟ قال لي لها حاجتين، يا إما تفرضها ب3/10 يا إما ليها جدول. طب تدخل الجدول ده بدلالتي؟ قال لي بدخل الجدول بدلالة السرعة التصميمية للطريق. طب تعالى نشوف الجدول ده. الجدول هو عندي، قال لي بدخل بدلالة السرعة وأطلع قيمة الاف اللي هي الاحتكاك الطولي للطريق. ده قيمة الاف. بعد كده قيمة حاجة اسمها الجي. دي قال لي ده الميل بتاع الطريق. طيب الميل الطريق ده قال لي ليها 3 قيم. قال لي لو الطريق بتاعي افلات، يعني ملهوش ميل، طريق مستقيم ستريت بالشكل ده كده، الميل ده هيساوي 0. تمام. لو قال لي الطريق بتاعي طريق صاعد بالشكل ده، الميل صاعد، يبقى هنا الجي هنا هنعوض عنها بإشارة ايه؟ إشارة موجبة على حسب القيمة اللي هتعطى في الإيه؟ في المسألة. لو عندي الميل بتاعي الميل هابط بالشكل ده كده، عوض عن القيمة بتاعت الجي بكام؟ بإشارة سالبة، برضه هاخد القيمة المعطى إيه؟ المعطى في المسألة. ده قانون إيه؟ قانون البريكنج ديستانس اللي هي مسافة الفرملة. يبقى إذا قانون ستوبنج سايد ديستانس على بعضه اللي هو الستوبنج سايد ديستانس اللي هو بالشكل ده كده، قال لي بيساوي مسافة الإدراك ورد الفعل زائد مسافة الفرملة. هو ده القانون الأصلي للستوبنج سايد ديستانس واللي احنا هنستخدمه في المسير.
بعد كده هنخش بقى على المثال بتاعتي بالشكل ده كده. المثال الاول قال لي احسب لي stopping side distance لسيارة عشان تقدر تقف. قال لو السيارة دي سرعتها 80 كيلو في الساعة، وقال لي ان الاحتكاك الطول بتاعي 32 من 100، قال لي والجريد بتاعي 4% داون جريد. يعني ايه داون جريد؟ يعني ميل هابط، يعني عوض عن قيمة الجيب بكام؟ بسالب 4%. تمام. قال لي احسب لي او افرض لي ان البرسبشن اند رياكشن تايم اللي هو زمن الادراك ورد الفعل 3 سكند. هذا تي معطى كام؟ 3 سكند. يبقى اذا الستوبنج سايد ديستانس بتساوي ايه؟ 0.278 للفي في تي زائد مسافة الفرامل اللي هي الفي تربيع في 255 في الاف مجاور بسالب الجي، وعوض عن الفي ب 80، عوض عن التي ب 3، الفي ب 80، هنا الاف ب 32 من 100 معطى، هنا الجي بسالب 4 من 100، وطلع قيمتي ستوبنج سايد ديستانس اللي هي 156 متر. طيب تاني مثال عندي بالشكل ده كده. قال لي عندي سائق محتاج 95 متر عشان يقدر يقف، وهو مدينا الستوبنج سايد ديستانس جاهزة. تمام. قال لي اون سيرتين هاي واي سيكشن، قال لي ومديك الجريد بتاعي موجب 4%، موجب 4% من الميل بتاعي من سرعة. طيب قال لي احسب لي السيف ترافلنج سبيد، عاوز السرعة التصميمية بتاعة الطريق بتاعي في الطريق ده، قال لي if the driver travels with resulting safe speed. ده تاني مطلوب عندي، يعني هنا خلص المطلوب الأول وطلب مني ايه؟ طلب منه السرعة. وقال لي طيب هو لو ماشي على نفس بنفس السرعة على طريق تاني وكان الطريق بتاعي داون جريد، يعني ميل ايه؟ ميل هابط، طيب احسب لي الستوبنج سايد ديستانس. هنا طالما هنا ما ذكرش البرسبشن اند رياكشن تايم، يبقى هنا المسافة المعطى دي مسافة الفرملة فقط. تمام. هقول يبقى مسافة الفرملة بتاعتي بتساوي الفي تربيع على 255 اف في الجي، المطلوب مني احسب الفي. تمام. هنا الاف البريكنج ديستانس ب 95، طيب الفي ده اللي انا عاوز اجيبه. طيب الاف هنا الاف مش معطى، مفروضها 3 من 10. هنا قال لي الجريد كام؟ 4 من 100، والميل سعر يبقى موجب 4 من 100. هطلع عندي الفي بتاعتها هتطلع كام؟ 90.8 كيلو في الساعة. طيب باخدها ايه او باخدها بايه؟ باخدها للرقم الاقل اللي هو 90 كيلو في الساعة. ده المطلوب الأول. المطلوب التاني قال لي احسب لي الستوبنج سايد ديستانس لو هي ماشية على طريق تاني بس الميل بتاعي ميل هابط بسالب 4%. بسيطة. قانون الستوبنج يساوي 278 في السرعة بتاعتي اللي هي 90 اللي أنا طلعتها، لأنه قال لي ماشي بنفس السرعة. هفرض الـ perception and reaction time ب 2.5، الفي بتاعتي برضه ب 90، هنا 3 من 10، الاختلاف كله هيكون هنا، بدل ما كانت موجب 4% هتبقى سالب 4%، لأن الميل هابط، وأطلع الـ stopping side distance. وده مثال أو تاني مثال عندي. نخش على المثال اللي بعد كده. قال سيب لي الاوبريتنج سبيد، السرعه التشغيليه للطريق. قال لو الاستوبنج سايد ديستنس بتاعتي 60 متر، وقال لي ان الفريكشن بتاع الدراي بتاعت الطريق 4 من 10، والميل المتلو بتاعه موجب 6%، يعني ميل ايه؟ ميل سرعه. قال لك افرض ان البريسبشن اند ريكشن تايم 2.5 سكند، وانا مديك الاستوبنج سايد ديستنس والمطلوب منك تحسب ايه؟ السرعه اللي هي الفي. تمام. اقول له ستوبنج سايد ديستانس الكون بتاعها بالشكل ده كده. تمام. هنا اعوض على ستوبنج سايد ديستانس ب 60، الفي بتاعتي ده اللي انا عاوزها، التي ب 2.5 كما هو معطى، الفي اللي انا عاوزها، الاف هنا ب 4 من 10، الجي هنا موجب 6 من 100. هيطلع لي عندي معادله فيها الفي والفي تربيع بالاله الحاسبه، اقدر اطلع ايه؟ اطلع السرعه بتاعتي اللي هي 102 كيلو في الساعه. مساله سهله جدا. نخش على المثال اللي بعد كده، مثال فيه فكرة. قال لي إن السائق ماشي على سرعة 90 في ميل إيه؟ في ميل سرعة. إن السائق قال لي ماشي على سرعة 90 في ميل سرعة. بالشكل ده كده. قال لي محتاج مسافة قدرها كام؟
21.4 متر عشان يقدر يقف. ستوب. After applies the brake، بعد ما داس على الفرامل. ماشي. لزان another driver، يبقى هو عاوز مسافة أقل من سائق آخر بمقدار 21.4 عشان يقدر يقف. طب السائق الآخر ظروفه إيه؟ قال لي ماشي على نفس السرعة، برضه ماشي على نفس المسافة، بس ليه ماشي عليه؟ قال لي ماشي على ميل هوبت، ماشي على نفس السرعة، تمام؟ وماشي على نفس الميل، يبقى الميل بتاع ده لو ده جي، يبقى الميل بتاع ده برضه جي، بس هنا موجب جي، هنا سالب جي، تمام؟ قال لي لو الاف بتاعتي 3/10 سواء للطريق ده او للطريق ده، قال لي احسب لي البيرسنت اوف جري، عاوز احسب لي الميل بتاعي، لان يعني الميل هنا متساوي، اللي هو عاوز احسب قيمه جي. بعد كده قال لي احسب لي الستوب اند ستارت ديستانس ان داون جريد، يبقى اول مطلوب عندي احسب له الجي، تاني مطلوب عندي عاوز احسب له ايه الستوب اند ستارت ديستانس. طب تعالى نفهم مثلا، عندي عربيه طالعه بسرعه 90 وعربيه هابطه بسرعه 90، قال لي الميل، قال لي العربيتين ضربوا فرامل في نفس الوقت، عربية ضربت فرامل، العربية ضربت فرامل، قال لي العربية دي هتاخد مسافة عشان تقدر تقف، ودي مسافة عشان تقدر تقف. طيب قال لي ايه العلاقة بين المسافتين؟ قال لي المسافة اللي هتاخدها العربية على الميل الصعد أقل من المسافة اللي هتاخدها العربية على الميل الهابط بمقدار 21.4 متر. المطلوب أحسب ايه؟ أحسب الميل بتاعي اللي هو الميل اللي هو الجي، سواء الصعد او الهابط. يبقى اقول عندي ان البريكنج ديستانس بتاعت الطريق اللي هي الاب اللي هي الميل الصعد بتساوي البريكنج ديستانس بتاعت الطريق اللي هو الداون، العربيه اللي نازله على الصعد، ناقص 21.4. احنا قلنا دي محتاجه مسافه اقل من الهابط بمقدار 21.4. طيب انا عاوز بقى في القانون هنا البريكنج ديستانس بتاعت الميل الصعد اللي بتساوي 90 تربيع في تربيع على 255 على 8/10 على موجب جي. طيب تاني برضو 90 تربيع على 255 3/10 ناقص سالب جي، لأن الميل ايه هو ناقص 21.4. بالشكل ده على الآلة الحاسبة هقدر أطلع الجي هتطلع كام؟ الجي هتطلع على الآلة الحاسبة 3%، يبقى كام في المية؟ الجي هتطلع 3%. تاني مطلوب عندي قال لي احسب لي ستوبنج سايد ديستانس، اقول له ستوبنج سايد ديستانس بالقانون بتاعها بالشكل ده كده، تمام؟ اعوض في القانون على الفي ب90، التي ب2.5 افرضها لو مش مقطع، الفي ب90، الاف بكام؟ 3/10 بفرضها، والجي لسه مطلعها ب3%، وهو طلب الستوبنج سايد ديستانس على الداون جريد يعني الميل الهابط، يعني هنا سالب الجي. كده انتهينا من ايه؟ من ايه؟ الستوبنج سايد ديستانس. قبل ما نخش في النوع اللي بعده من الباصنج، قال لي في حاجة مهمة جدا، قال لي ابلكيشن اوف ستوبنج سايد، امتى بستخدم ستوبنج سايد ديستانس؟ قال لي بستخدمها في حاجات كتير، بس اهمها النوع الاخير ده اللي هو رقم 4، قال لي تحديد الحد الادنى من المسافة الجانبية التي يجب ان تترك في المنحنيات الافقية لحل مشكلة الرؤية. في المنحنيات الافقية عشان نقدر نصمم منحنى افقي هيقابلنا مشكلتين، حاجة مشكلة اسمها مشكلة الاتزان، المشكلة التانية اسمها مشكلة الرؤية. مشكلة الاتزان هنشرحها، أما مشكلة الرؤية هي برضه تتضمن في الموضوع ده، إزاي نقدر نحل مشكلة الرؤية في المنحنى الأفقي اللي بتدخل فيها الستوبنج سايد ديستانس. أنا عندي منحنى أفقي بالشكل ده كده، اللي مرسوم بالشكل ده كده، مرسوم بالشكل ده كده، ده المنحنى الأفقي بتاعي. المنحنى الأفقي ده نص قطر اسمه الآر، تمام؟ في عربية ماشية في المنحنى الأفقي ده، والخط ده سنتر الحارة الأولى من المنحنى الأفقي، تمام؟ وفي هنا عائق داخل من المنحنى الأفقي بره أو على الطريق العائق ده، فبقول لي إيه هي أقل مسافة ممكن أن تطرأ من العائق إلى منتصف الحارة الأولى في المنحنى الأفقي اللي هي اسمها الـ M minimum، تمام؟ عشان يقدر السائق يشوف مسافة رؤية أو تحل مشكلة الرؤية للسائق اللي هي المشكلة دي. يبقى هي أقل مسافة مفروض نتركها في المنحنى الأفقي اللي هي الإم مينيمم عشان يقدر السائق يحل مشكلة الرؤية بتاعته اللي هي الإم مينيمم. قال لي الإم مينيمم ليها قانونين،
هل الكون بتاعي الأول الـ m minimum بتاعته قال بيساوي s تربيع على التمانية الأول؟ تمام. قال لي ده الكون ده، قال لي لو الـ s بتاعتي الـ s أقل من أو تساوي الـ l تيار. طب تعال نشوف ايه هي الـ s وايه الـ r وايه الـ m minimum. قلنا الـ m minimum ده أقل مسافة المفروض أن تترك من العائق إلى منتصف الحارة الأولى الحارة الأولى عشان يقدر السائق يحل مشكلة الرؤية بتاعته على المنحنى الأفقي. تمام. طب الاس ده، الاس ده ده الاسطوبين بس هيدس اللي هي مسافة الرؤية بتاعتي. الار اللي هي نصف قطر المنحنى الأفقي. طب ايه هي ال كيرف؟ ده طول المنحنى الأفقي اللي هي اللينس اوف كيرف. يبقى طول ايه؟ طول المنحنى الأفقي لينس اوف كيرف. تمام. قال لي لو الاس بتاعتي اقل من او تساوي ال ال كيرف هعوض في القانون ده. لو الاس بتاعتي اكبر من ال ال كيرف هعوض في القانون ايه؟ في القانون بتاعي ده، واطلع ال ال مينيم لاقل مسافه يحتاجها ايه؟ يحتاجها السائق عند المنحنى الافقي عشان يقدر يحل مشكلتي الرؤيه بتاعته. تمام. دي اسمها اهم تطبيق في الستوبنج سايت ديستانس اللي هي حل مشكلة الرؤية في المنحنى الأفقي، اللي أنا بقدر أحسب الـ m minimum اللي هي المسافة من العائق إلى منتصف الحارة الأولى عشان أقدر أحل مشكلة الرؤية للسائق أثناء عبوره المنحنى الأفقي. وقلنا بنعوض في القانونين سواء ده أو القانون إيه؟ القانون ده. وقلنا الـ s هي الستوبنج سايت ديستانس بالقانون اللي إحنا لسه شارحينه. بعد كده نخش على تاني نوع هو الباسنج سايت ديستانس. احنا قلنا في الستوبنج اقل مسافه يحتاجها السائق عشان يقدر يتوقف لما يشوف عائق امامه. طيب في الباص قال لي اقل مسافه يحتاجها السائق عشان يقدر يتخطى مركبه او عربيه قدامه. ازاي؟ انا عندي طريق بالشكل ده كده، السائق ماشي قدامه عربيه. طيب العربيه اللي ورا دي عايزه تتخطى العربيه اللي ماشيه قدامها، هي عاوز اقل مسافه هو يحتاجها السائق دي عشان يقدر يتخطى العربيه دي، بشرط انه ما يصطدمش في اي عربيه في الاتجاه ايه؟ الاتجاه المقابل. فانا بدور على اقل مسافه رؤيه متاحه لهذا الموضوع اللي هي الباسنج سايد ديستانس. قال لي بتمر بمرحلتين اللي هي ستيج 1 وستيج 2. تعال ركز في الموضوع ده كده. قال لي العربيه بتاعتي الحمراء دي العربيه اللي عاوزه تعمل التخطي، والعربيه الزرقاء دي العربيه اللي قدامها العربيه البطيئه. قال لي العربيه الحمراء دي ماشية بسرعة V، في نفس الوقت اللي موجود فيها العربية الحمراء في المكان ده كانت العربية الزرقاء ماشية بنفس السرعة V. تمام. طيب العربية عشان تقدر تتخطى العربية الزرقاء زودت من سرعتها بمقدار حاجة اسمها الـ M، بزودت سرعتها بمقدار حاجة اسمها الـ M. هنقول الـ M دي بتساوي كام؟ فزودت السرعة بتاعتها بمقدار الـ M لغاية لما وصلت إيه؟ لما بقت قريبة من العربية الزرقاء خلاص هتبدأ إيه؟ تعمل عملية التخطي. لما كانت قريبة من العربية الزرقاء المسافة اللي عدتها اللي هي دي واحد، دي المسافة من أول ما زودت سرعتها بمقدار الـ m لغاية لما وصلت بقت قريبة من العربية الزرقاء، دي المسافة اسمها دي واحد. تمام. بعد كده هتبدأ العربية تعمل عملية التخطي. العربية هتعمل بعد كده تروح عاملة مانوفر وتعدي في الحارة التانية وتمشي ايه؟ تمشي في الحارة التانية لمسافة معينة لغاية لما تقدر تتخطى العربية الزرقاء بالشكل ده كده وتوصل ايه هنا. قال لي المسافة من أول ما تتحرك من حارتها لغاية لما توصل للحارة بتاعتها مرة أخرى بعد عملية التخطي اللي هي المسافة دي كلها اسمها ايه؟ قال لي اسمها دي اتنين. بس دي اتنين دي قال لي بتتقسم لمرحلتين. المرحلة الأولى أول لما تتخطى وتوصل ايه؟ توصل للحارة التانية الحارة الافتجاه المقابل كانت عملت مسافة اسمها تلت دي اتنين. تمام. وبعد لما تتخطى العربية وترجع للحارة بتاعتها تاني هتعمل مسافة اللي هي تلتين الدي اتنين، يبقى المسافة الكلية بتاعتها كام؟ اللي هي دي اتنين اللي أنا عاوزها. تمام. تمام. بعد كده قال لي في الوقت اللي العربية دي بتعمل فيها تخطي في عربية جاية في الاتجاه المقابل، فقال لي المسافة بين أقرب عربية في الاتجاه المقابل وبين العربية بعد ما عملت التخطي حاجة اسمها دي تلاتة.
تمام. المسافة دي اسمها مسافة الأمان، دي تلاتة تسمى مسافة الأمان. بعد كده قال لي في مسافة بين العربية في الاتجاه المقابل وبين العربية اللي في خلفها اسمها ايه؟ اسمها دي أربعة. يبقى إذا حسبت عرفت دي واحد وعرفت دي اتنين وعرفت دي تلاتة وعرفت دي ايه وعرفت دي أربعة. طيب المطلوب مني قال لي الباسم لسايد ديستانس بتساوي، قال لي بتساوي دي واحد زائد دي اتنين زائد دي تلاتة زائد دي أربعة. المطلوب مني أحسب ايه؟ احسب الباسم للسايد ديستانس واحسب الدي واحد والدي اتنين والدي تلاتة والدي اربعة عشان اقدر اوصل للباسم للسايد ديستانس او مسافة الرؤية اللازمة للتخطي اللي انا هستخدمها في تطبيقات اخرى. تمام. يبقى عشان تقدر تفهم التخطي قلنا العربية هتمر بمرحلتين. اول حاجة العربية هتكون ماشية، نعيد تاني، العربية هتكون ماشية بسرعة بطيئة، هتزود من سرعتها توصل قريبة من العربية اللي قدامها، بس أول ما توصل منها قريبة هتبدأ تعمل عملية التخطي، تتخطى الناحية التانية وترجع الحارة بتاعتها، هيكون في عربية في الاتجاه المقابل وفي عربية خلفها في الاتجاه المقابل. كده أنا كونت 4 مسافات، دي واحد ودي اتنين ودي تلاتة ودي أربعة. الدي واحد بالشرح كده قال دي المسافة من أول ما العربية تزود سرعتها بمقدار ال m لغايه لما توصل قريبه من العربيه اللي قدامها. طيب الدي 2 قال لي الدي 2 دي المانوفر ديستانس، مسافه المناوره، اول ما العربيه تعدي الحاره الثانيه وبعدين تعمل عمليه التخطي وترجع الحاره حارتها مره اخرى، المسافه دي كلها تسمى الدي 2. تمام. بعد كده قال لي في عربيه في الاتجاه المقابل، اول لما العربية توصل للحارة بتاعتها هيكون في مسافة بين العربية دي وبين العربية في الاتجاه المقابل تسمى مسافة الأمان اللي هي دي تلاتة، بعد كده دي أربعة اللي هي المسافة بين العربية في الاتجاه المقابل والعربية اللي خلفها، والمطلوب مني أحسب كل مسافة على حدة. وده كده شرحي شرح اللي أنا قلته دلوقتي. وقلنا الباسنج سايد ديستانس بتساوي دي واحد زائد دي اتنين زائد دي تلاتة زائد دي أربعة. طب إيه قانون الدي واحد؟ إيه دي اتنين؟ إيه دي تلاتة؟ إيه دي أربعة؟ قانون دي واحد، تعالى بص كده، قال لي بوينت 278. بالمناسبة بوينت 278 ده تحويل، بيحول لي السرعة بتاعتي بدل ما كانت اللي هي كيلو بالأور يعني كيلو في الساعة، لا حولها لي متر، متر على الثانية. طب اشمعنى حولها لي متر على الثانية؟ لأن بستخدم المسافة بالمتر وبستخدم الزمن بالثانية. دي في جميع القوانين اللي فيها بوينت 278. ماشي. يبقى بوينت 278 في تي واحد، بعد كده في ال V ناقص ال M زائد ال A في ال T واحد على اتنين. طب ايه الحاجات دي؟ تعال نشوف معنى ايه هي العناصر اللي هي ال T واحد والحاجات دي. قال لي ال T واحد حاجة اسمها ال Initial Delay Time و Restation Time، قال لي دي زمن المناورة أو زمن تعديل السرعة. احنا قلنا العربية في بدايتها هتكون سرعتها نفس سرعة العربية اللي قدامها، عشان تقدر تتخطى هتزود سرعتها، فالزمن اللي هتزود فيه السرعة بتاعتها من مكانها لغاية لما توصل قريبة من العربية اللي قدامها ده اسمه تي واحد اللي هو زمن المناورة. تمام. بعد كده حاجة اسمها الفي، الفي دي ده سرعة العربية بعد ما زودت سرعتها، اللي هو هيساوي هيساوي سرعة العربية اللي قدامه زائد الام. تمام. يبقى السرعة دي اسمها سرعة العربية الكبيرة اللي هي السرعة اللي عملت العربية اللي عملت التخطي. تمام. هنا في الكون قال الفي ناقص الام، المختصر كده قال في ناقص الام ده سرعة العربية اللي هتكون ماشية قدام، اللي هي سرعة العربية البطيئة اللي قدام اللي هو عمل لها اللي هو العربية تخططها. تمام. زائد ال A في T واحد على اتنين. ايه ال A في T واحد على اتنين؟ احنا قلنا العربية زودت سرعتها بمقدار ال M، يعني العربية عملت ليه زودت سرعتها يعني زادت العجلة بتاعتها، في هنا عجلة، العربية بقت فيها هنا عجلة ايه؟ عجلة تزايدية. العجلة دي رمزناها بالرمز ايه؟ قال لي دي acceleration. الاكسلريشن العجلة دي عشان تقدر تزود سرعتها من السرعة البطيئة للسرعة السريعة عشان تقدر تتخطى العربية اللي قدامها. يبقى دي ال ايه؟ قلنا ال تي واحد ده زمن المناورة. كده انا طلعت ال دي واحد. بعد كده طب قال لي ال دي اتنين، خلي بالك احنا قلنا ال دي اتنين ده زمن المسافة من العربية لما كانت في حارتها قبل التخطي إلى العربية، مسافة برضو في حارتها مرة أخرى بس ولكن بعد التخطي، ده اسمها الدي اتنين.
فقال لي قانون دي 2، قال لي 0.278 في الفي في التي. طب الفي قال لي ده سرعة العربية الكبيرة اللي هي عملت خط اللي لما زودت سرعتها بمقدار الام، تمام. التي 2 قال لي ده زمن التخطي أو زمن المناورة بتاعي، الزمن اللي تخطت فيه العربية من الحارة دي ورجعت لحارتها مرة أخرى اللي هو ليفت تيرن اوبس تايم، الزمن التي تشغله المركبة السريعة في الحارة الشمال. العربية هتعمل تتخطى فهتعدي في الحارة إيه؟ الحارة الشمال، فدي الزمن الذي تشغله المركبة في الحارة الشمال. قال لي بفرضه من كام؟ من 8 ل 10 ثانية، تمام؟ كده طلعت دي 2. الدي 3 والدي 4 بيترتبوا أو بيعتمدوا على دي على الدي 2. الدي 3 قال لي دي مسافة الأمان بفرضها من 30 ل 90 متر، باخدها غالبا كام؟ 60 متر. الدي 4 قال لي بتساوي تلتين الدي 2. دي 4 بتساوي كام؟ تلتين الدي 2. طيب لو في أي مسألة أنا محتاج أستخدم الباسنج سايد ديستنس بس ما ذكرليش أي معلومات عن دي 1 أو دي 2 أو دي 3 أو دي 4، ما ذكر لي معلومات، قال لي ذكر لي معلومات عن مسلوب سايد ديستنس. فبقول الباسنج سايد ديستنس بيساوي 3 إلى 4 لستوبنج سايد ديستنس، بفرضها من 3 إلى 4 لستوبنج سايد ديستنس. ونرجع نقول تاني إن السي دي سرعة التخطي أو السرعة الكبيرة، الام قلنا دي الفرق بالسرعة بين السرعة اللي عملت العربية اللي عملت التخطي اللي هي السرعة الكبيرة وبين السرعة اللي هي العربية تخطتها اللي هي سرعة المركبة البطيئة، وغالبا بناخدها كام؟ 15 كيلو في الساعة. وقلنا الايه ده العجلة التزويدية بتاعت العربية لما زودت سرعتها من السرعة البطيئة إلى السرعة السريعة، وغالبا بتاخدها من كام؟ من 2 إلى 8 كيلو بر أور على السكند. التي 1 قلنا ده زمن المناورة، والتي 2 قلنا ده زمن اللي تشغله المركبة في الحارة الشمال. ده كده ذكرنا ايه الباسنج سايت ديستانس اللي هي المسافة الرؤية اللازمة للتخطي. تعالى بعد كده شوف الأمثلة. قال لي احسب لي الباسنج سايت ديستانس لمركبة عشان تعمل باسنج مانوفر، تعمل المناورة بتاعته وتعدي العربية اللي قدامها. قال لي لو الديزاين سبيد بتاعت الطريق 100، ماشي، والسبيد اللي اوفر تيكن فيكل 85، يعني سرعة العربية السريعة اللي هي 100 وسرعة العربية اللي هي عاوزة تتخطاها 80، مدينة تي 1 9.5 سكند وتي 2 8 سكند، وقال لي افرض لي أي داتا أخرى. أنا هقول الباسنج سايد ديستنس بتساوي دي 1 دي 2 دي 3 ودي 4. الدي 1 قال لي 0.278 في التي 1 في الفي ناقص دي في الايه تي 1 على 2. الفي بتاعتي اللي هي 100، الام المفروض هي 100 ناقص 85 اللي هي 15 كيلو في الساعة. الايه قلنا ده العجلة التزايدية بس هنا مدينيش العجلة فأنا بفرضها، قلنا بنفرضها قد ايه؟ بنفرضها 2.5 كيلو بالـ أور في السكند. الدي 1 مديهالي 9.5، أقدر أطلع ايه؟ أطلع الدي 1. طيب الدي 2 قال لي بيساوي 0.278 في الفي في التي، الفي قلنا دي سرعة العربية السريعة اللي هي كام؟ 100. طيب الدي 2 ده في المسألة 8 سكند طلعت الدي 2، الدي 3 بفرضها من 30 ل 90 ده غالبا باخدها 60 متر، الدي 4 تبتدي الدي 2 هتطلع كام؟ 148 3 من 10، طلعت الباسنج سايد ديستنس. خش على المثال اللي بعد كده. قال لي احسب لي المينيمم سايد ديستنس required for safe overtaking to take place under the following roadway condition. under the following roadway condition الجزء ده متكرر، تمام. قال لو الديزاين سبيد بتاعتي كام؟ 60 كيلو في الساعة، والسبيد اللي السرعة بتاعت العربية اللي هتتخطاها ب 50 كيلو في الساعة، يبقى سرعة العربية السريعة هتبقى 60 وسرعة العربية البطيئة هتبقى 50. الستيشن تايم سرعة أو زمن المناورة اللي هو تي 1 3 سكند، ولفت لين كوبنس تايم سرعة أو زمن مشغولية الحارة الشمال اللي هو تي 2 9.9 سنة. طب مطلوب أحسب إيه؟ أحسب الباسنج سايد ديستنس. نفس المثال بالظبط، الباسنج سايد ديستنس مساوي دي 1 زائد تي 2 لغاية دي 4. دي 1 بنفس القانون هنا عوض ال V بتاعتي ب 60، ال M هنا بكام؟ 60 ناقص 50 اللي هي الفرق بين سرعة العربية السريعة ناقص العربية البطيئة، يبقى ال M هنا ب 10.
الـ A هنا غير معطى بفرضها ب2.5 كيلو بالأور على السكند، تي واحد معطى بـ3 بقدر أطلع الـ D1، الـ D2 بنفس الحوار 0.278 في السرعة بتاعتي، السرعة الكبيرة اللي هي 60 في الـ T2 اللي هي 90، طلعت الـ D2 دي 3 بفرضها 60 متر، دي 4 تلتين الـ D2، طلعت الـ passing side distance من إيه؟ من القانون. مثال بعد كده قال لي on a portion of two lane to way. ايه on a portion of two lane to way؟ قال لي على جزء من طريق two lane to way. تمام، قال لي الفيك الايه had applied the brake، يعني الفيك الايه ضربت فرام. قال لي محتاجة كام؟ محتاجة 80 متر عشان تعمل ايه ستوب، عشان تقدر تقف. يبقى العربية ايه ضربت فرامل، محتاجة 80 متر عشان تقدر تقف. تمام، والفيك البي تراي تو باص فيك الايه، يعني عند عربية، عند عربيتين، عربية ايه وعربية بي، العربية ايه ماشية قدام، العربية ماشية ورا، العربية ايه ضربت فرامل وقال لي محتاج 80 متر عشان تقدر تقف. العربية بي ماشية على طول وعايزة تتخطى العربية ايه. تمام، مدين الباسنج سايد ديستانس 700 متر. تمام، والداون جريد 3% اللي ايه مع 10 كيلو بر اور في الساعة، اللي ايه 2 كيلو بر اور على السكند، التي واحد بكام؟ بواحد ونص سكند. قال لي احسب ديترماين ذا ليفت اوكيبنس تايم اللي هو التي 2. طيب انا عندي عربية ايه قلنا محتاجة 80 متر عشان تتوقف، والعربية بي هتعمل تخطي، والعربية ايه هتعمل ستوبنج، والعربية بي هتعمل ايه؟ هتعمل تخطي. تعال نشوف اول معطى عندي، مديني عربية ايه هتعمل توقف، يبقى عوض في قانون ايه؟ قانون مسافة الفرملة اللي هو البريكنج ديستانس بيساوي الفي تربيع على 255 في اف مضروب سالب الجي. عندي الاف هنا لو مش عندي بفرضها ب 3 من 10، الجي هنا مديالي 3% وداون جريد يبقى سالب 3 من 100، هيكون موجود عندي، موجود عندي ال V. طلعت ال V بتاعتي، سرعة العربية ايه بكام؟ ب 74.21 من 100 كيلو بالأمر. تمام، يبقى سرعة العربية بتاعتي اللي هي ال A 74.21 من 100 كيلو بالأمر. طيب خش بقى في النوع التاني في الباسنج سادس، هل السرعة بي أو العربية بي عايزة تتخطى العربية ايه؟ يبقى طيب سرعة العربية ايه عندي؟ ومديك الام هنا كام؟ ب 10 كيلو بر اور بالساعة. يبقى اذا سرعة العربية بي السريعة او سرعة العربية السريعة هتكون كام؟ هتكون 74.21 من 100 زائد 10 اللي هو الام، هتطلع كام؟ 84.21 من 100 كيلو بر اور. تمام، هو مديني هنا الباسنج سايد ديستانس ومطلوب مني احسب التي 2. طيب هنرجع نعوض بالقوانين، بس بالقوانين بالراي، هقول دي واحد عندي 0.278 في التي واحد في البي ناقص الام زائد الايه في التي واحد على التي اتنين، التي واحد معطى عندي بتلاتة ايه بواحد ونص سكند، الفي بتاعتي ب 84.21، الام ب 10، الايه مش موجودة بفرضها ب 2.5 ايه، لا الام الايه معطى باتنين وبحطها باتنين، التي واحد بواحد ونص طلعت ايه، طلعت الدي واحد ب 31.57 من 100 متر، دي اتنين 0.278 في الفي في التي اتنين، الفي بتاعتي دي في سرعة العربية السريعة اللي هي 84.21 من 100. طيب التي اتنين ده اللي أنا عاوزها، التي اتنين ده المطلوب اللي أنا عاوزه، عوض فيها هتطلع عندي دلالة التي اتنين اللي هو 23.41 من 100 تي اتنين، الدي تلاتة بفرضها 60 متر، الدي أربعة تلتين الدي اتنين، يبقى تلتين 23.41 من 100 تي اتنين هتطلع كام؟ هنا في غلطة، تبقى تلتين في 23.41 من 100 هتطلع بالرقم ده بدلالة التي اتنين. واجي اعوض بقى في قانون الباسنج سايد ديستانس، قول 700 بتساوي 31.57 من 100 زائد 23.41 من 100 تي اتنين زائد 60 زائد المسافة دي تلتين في 23.41 من 100 تي اتنين، هيكون موجود عندي تي اتنين، اقدر اطلع تي اتنين تطلع 15.6 من 10 سكن. تمام، بعد كده هنخش عليه قال لي تطبيقات الباسنج سايد ديستنس.
اول حاجه قبل ما ندخل او نتكلم في تطبيقات الباسنج سايد ديستانس، ايه الفرق بين الستوبنج؟ امتى بستخدم الستوبنج وامتى بستخدم الباسنج؟ قال لي الستوبنج ده بستخدمه في تصميم جميع انواع الطرق، باي جميع انواع الطرق بستخدم فيها الستوبنج سايد ديستانس. طب الباسنج سايد ديستانس؟ قال له بستخدمه في طريق واحد فقط. ايه هو؟ قال له الطريق التولين. لو ذكرنا في المثال الطريق تولين توي، واداني معلومات عن الباسنج، او اداني معلومات ان انا استخدم الباسنج وليس الاستوبنج، لان الاستوبنج بيستخدم في تصميم جميع انواع الطرق حتى التولين تو واي. تمام. اما الباسنج سايد ديستنس بيستخدم في طريق واحد فقط اللي هو التولين تو واي، بشرط ان هو يقول لي استخدم الباسنج سايد ديستنس ايه في الايه في المساله دي. اول حاجه او اول فرق بين الباسنج والاستوبنج. تاني حاجه بيستخدم برضو في نفس المشكلة أو في نفس حل مشكلة الهوريزونتال ألاينمنت أو المنحنى الأفقي، اللي يستخدم تحديد الحد الأدنى من المسافة الجانبية اللي هي الـ M minimum اللي احنا اتكلمنا عليها، التي يجب أن تترك في المنحنيات الأفقية لحل مشكلة الرؤية. برضه نفس الحوار، يستخدم بحساب الـ M minimum نفس الطريقة. عندي طريق بالشكل كده، ده منحنى أفقي وعندي عائق. المسافة من العائق لغاية منتصف الحارة الاولى اللي هو الام مينيمم، مطلوب مني احسب الام مينيمم. تمام. المنحنى الافقي ده على نص قطر اللي هو الار، والمطلوب مني احسب الام ايه الام مينيمم. نفس الطريقه لها قانونين، قال لو الاس اقل من ال كير بالشكل ده كده هيكون الام مينيمم بتاع الطريق اس تربيع على 8 ار. الام مينيمم ده اللي انا عاوزه، الاس تربيع ده الباسنج سايد ديستنس. هناك كانت الاس هي الستوبنج، هنا الاس هي الباسنج سايد ديستنس على حسب ما انت شغال، سواء شغال ستوبنج او شغال باسنج، بتستخدم اي واحده فيهم لو على حسب ما يذكر في المساله او على حسب ما انت شغال. طيب قال لو لسه اقل من اكبر من اللي كيرف هعوض في القانون ده. اللي كيرف قلنا ده اللينس اوف كيرف، طول المنحنى الافقي، طول المنحنى الافقي. طيب اللي كيرف بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي الار، خلي بالك، في تان الدلتا على 180. ايه ار في تان دلتا؟ ار ده نصف القطر. طيب الدلتا ايه ده؟ الدلتا ده قال لي ده زاويه المنحنى الافقي. احنا لما يكون عندي منحنى افقي بالشكل ده كده يكون ده المماس بتاعه، منحنى افقي بالشكل ده، ده المماس بتاعه الاول وده المماس التاني، تقاطع في النقطة. الزاوية دي اسمها الدلتا، دايما بتكون معطى في المسافة. زاوية ايه؟ الديفليكشن انجل، زاوية الانحراف بتاعة المنحنى الأفقي. يبقى ليه كيرف بيساوي الار في التان في الدلتا على 180. كده انا طلعت ايه؟ طلعت الام مينيمم بتاعتي الخاصة بالمنحنيات الأفقية. نفس فكرة بالظبط بالستوبنج سايد ديستانس، بس الفرق هنا هتستخدم الباسط، هناك هتستخدم الستوبنج على حسب ما يذكر في المسألة أو على حسب ما يذكر نوع ايه؟ نوع الطريق. بعد كده هنخش في حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها فروض التخطي. ايه هي الفروض التخطي؟ مهمة جدا. قال لي فروض التخطي، قال لي مركبة واحدة تحاول التخطي، يعني ما ينفعش أكتر من مركبة تحاول التخطي، هي مركبة واحدة ايه فقط. تاني حاجة قال لي المركبة البطيئة تتحرك بسرعة منتظمة أقل من سرعة الطريق 15 كيلومتر، اللي هي الام. قلنا المركبة البطيئة اللي هي ماشية قدام المركبة السريعة دي بتتحرك بسرعة منتظمة، سرعتها ايه كام؟ سرعتها أقل من سرعة تصميمية للطريق 15 كيلو في الساعة، اللي هي الام، أو حسب ما يذكر في المسألة ممكن نقول الام 10 كيلو بالأور. تالت حاجة قال لي إن قائد المركبة التخطي، المركبة اللي هي هتعمل التخطي يعني، يتحرك بنفس سرعة المركبة البطيئة قبل تنفيذ قرار التحرك. أي معنى؟ قلنا إن العربية دي كانت كده والعربية البطيئة كانت قدام، دي العربية السريعة، الاتنين كانوا ماشيين بنفس السرعة في الأول، ولما ده قرر يعمل التخطي زود سرعته بمقدار الام، لغاية لما وصل فين؟ لغاية لما وصل خلف العربية البطيئة مباشرة، ثم عمل ايه؟ عمل التخطي. فبالتالي قبل ما ياخد القرار كان بيمشي بسرعة نفس سرعة المركبة البطيئة. بعد اتخاذ قرار التخطي فإن قائد المركبة التخطي، يبقى المركبة اللي عملت التخطي، زود من سرعته حتى تكون سرعته أعلى من سرعة المركبة البطيئة بمقدار 15 كيلو، اللي هي ايه؟ اللي هي الام. بعد عملية التخطي
ولو المركبة رجعت لحارتها الحارة اليمين، هل تكون هناك مسافة معينة بين مركبتي، بين مركبة الخط وبين المركبة اللي في الاتجاه المقابل اللي هي دي تلاتة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي مسافة الأمان؟ بعد كده سادس حاجة، هل المركبة في الاتجاه المقابل تتحرك بسرعة؟ طب سرعتها هي السرعة التصميمية للطريق، المركبة اللي في الاتجاه المقابل تتحرك بسرعة هي نفس السرعة التصميمية للطريق. تالت حاجة أو آخر حاجة، حاجة اسمها الديسيشن سايد ديستانس. الديسيشن سايد ديستانس اللي هي مسافة الرؤية المطلوبة لاتخاذ قرار. ازاي؟ اللي هي أقل مسافة رؤية مطلوبة للسائق أو لازمة للسائق امتى؟ قال لي في المواقف الحرجة. ايه هي المواقف الحرجة والمواقف الصعبة؟ قال لي أماكن تغيير شكل القطاع. ازاي؟ أنا سواق ماشي في الطريق ده، تفاجأت إن القطاع بتاعي أو الحارة غير مكتملة، القطاع بتاعي صغر، فهنا محتاج مسافة رؤية معينة عشان ايه يقدر يتخطى هذه المشكلة ويتعدى ويرجع في الحارة ماشي في الطريق ايه عادي. يبقى دي اسمها أماكن تغيير القطاع. تاني حاجة، حاجة اسمها أماكن مسار الحركة للخروج من الطريق. ازاي؟ انا ماشي في الطريق بتاعي وعاوز اخرج من الطريق بالطريق ده، عاوز مسافة قد ايه من الطريق عشان اقدر اعدي من ايه من الحارات دي واخرج من الطريق بتاعي سواء هنا او هنا. فدي مسافة اسمها مسافة اتخاذ قرار او decision side distance. اماكن الازدحام المروري والتقاطعات، قلنا في التقاطعات العربية بتقف عند التقاطع الاول قبل ما تعدي التقاطع، بعد كده بتتخذ قرار ان هي تعبر ايه التقاطع سواء تعمل دوران يمين او شمال او تمشي ايه طوالي. فهنا اسمها مسافة اتخاذ قرار، محتاج مسافة رؤية معينة من الطريق عشان اقدر اتخذ القرار ده. وقلنا الاماكن الحرجة اللي بقدر اخد فيها قرار ثلاث حاجات، اماكن تغيير القطاع والمسار الخروج من الطريق واماكن الازدحام المروري والتقاطع. طيب القانون بتاعها بيساوي ايه؟ قال لي لها قانونين. قال لو عدم توافر بيانات الطريق، لو قال لي ما ذكرليش اي بيانات عن الطريق، قال لي باخدها ايه 0.278 في الفي في التي. طيب الفي ده السرعة التصميمية للطريق. طيب التي ايه؟ قال لي التي تلات أزمنة مع بعض، زمن الإدراك وزمن اتخاذ القرار وزمن تنفيذ القرار. كنا قلنا في الاستوبر في زمن إدراك ورد اتخاذ القرار، وفي زمن ايه زمن تنفيذ القرار أو زمن رد الفعل اللي هو مسافة ايه الفرملة. هنا قال لي إن التي دي بالزمن اللي ده زائد زمن اتخاذ القرار زائد زمن تنفيذ القرار انت هتعمله، والنتيجة دي هتكون ايه ان شاء الله هتكون مقطع في المسألة. طيب لو قال لي توافر بيانات مرورية عليه الطريق، توافر بيانات مرورية يعني وجود يافطة على الطريق بتنبه الشخص او السائق انه ايه انه ياخد باله او يقدر عشان يقدر يتخذ القرار في وقت كافي ويكون عنده مسافة رؤية كبيرة قبل اتخاذ القرار. تمام. قال لو انا عندي بيانات مروريه في وجود لفتات مروريه بتنبه لي لاتخاذ القرار، قال القانون بتاعي هيكون بالشكل ده كده، decision side distance هتساوي 0.278 حاجه اسمها ال V1 في ال TG زائد ال TR زائد النص في ال TA في ال V1 زائد ال V2. ايه الحاجات دي او العناصر دي؟ اول حاجه اول ال TG ده قال لي ده زمن الادراك. طيب ال TR اللي هي التي رياكشن ده زمن رد الفعل. طيب بعد زمن رد الفعل في زمن اتخاذ القرار، الزمن اللي تعمل فيه المانوفر اللي هو تي اي تي اي، يبقى تي جي والتي ار لزمن الادراك، زمن رد الفعل، زمن المناورة اللي هو زمن تنفيذ القرار. تمام. ده بالنسبة للزمن. تمام. طيب بالنسبة للفي واحد والفي اتنين، قال لي الفي واحد ده الديزاين سبيد السرعة التصميمية للطريق. طيب الفي اتنين ده قال لي سرعة العربية بعد المنافر، قلنا العربية عشان تقدر تتخطى المواقف الحرجة أكيد هتغير من سرعتها، أكيد العربية هتقعد عشان تقدر تتخطى المواقف الحرجة وهتغير من سرعتها، فدي اسمها speed after maneuver سرعة المركبة بعد المناورة اللي هي الفي اتنين. تمام. ده سرعة المركبة بعد المناورة. طب ازاي نقدر نحسب ال TG وال TR وال TA طالما متوفر عندي بيانات مرورية على اللافتة؟ تمام. قال لي التي جي بص بتساوي 2 في النمبر اوف فوردس على 3. يعني 2 في النمبر اوف فوردس على 3؟ قال لي بيكون مكتوب كلمة عالية فيت. الكلمة دي مثلا تيرن رايت او بتنبه لأي حاجة، بعدت الأحرف بتاعت الكلمة دي
وبعوض في القانون، يبقى 2 في النمبر اوف اوردرز على 3، كده طلعت زمن ايه؟ زمن الادراج. دايما بيطلع من كام؟ من 1.5 الى 3 سكند. هو لو مش متوفر بفرضها برضه من 1.5 الى 3 سكند. قال لي التي ار زمن رد الفعل دايما بيكون كام؟ من 1.5 الى 7 سكند. بفرضه من كام؟ من 1.5 الى 7 سكند. بعد كده حاجة اسمها التي اي اللي هي زمن المناورة او زمن تنفيذ القرار، قال لي بتساوي 0.278 للفي 1 السرعة التصميمية للطريق، الفي 2 اللي هي سرعة المركبة بعد المناورة على الايه اللي هي العجلة التزويدية. احنا قلنا العربية بتاعتي ماشية بسرعة تصميمية للطريق، تفاجأت بشكل او حاجة هيقدر يغير في سرعتها، فبالتالي هتقلل من سرعتها بعجلة ما. العجلة دي اسمها ايه؟ اللي دي بكام؟ من 1.25% إلى 2.5 اللي هي كيلو بر أور في السكند. بتفرضها من 1.25% إلى 2.5 في الكيلو بر أور على السكند. كده أنا خلصت قانون الـ Decision Side Distance في حالة إيه؟ في حالة توافر بيانات مرورية. يعني إيه توافر بيانات مرورية؟ يعني وجود يافطة على الطريق مكتوب عليها إيه؟ مكتوب عليها إيه؟ أو بتحرج أو بتنبه السائق إن موجود هنا إيه؟ شيء عشان يقدر ياخد باله أثناء العبور أو أثناء المرور على الطريق. طب تعالى ندخل بقى في المسائل، هي مسألة واحدة إن شاء الله. قال لي required to put guide sign، عايز تحط لافتة إرشادية مكتوب عليها urban area، مكتوب عليها urban area اللي يهمني كلمة urban، urban area. بعد كده قال لي السبيد بتاعي أقل من 60 كيلو في الساعة، تمام. اون رولر هاي واي، يعني هو كان ماشي على طريق رولر وتفاجأ في مدخل لمنطقة خلوية، هنا في يافطة مكتوب عليها ان المنطقة دي منطقة اربن والسرعة بتاعتي لازم تقل تكون اقل من 60 كيلو في الساعة، تمام. قال لي حسب الـ decision side distance الفيكل to reduce his speed من 100 كيلو للأور، 100 كيلو ده السرعة التصميمية للطريق، يبقى دي ايه؟ دي الـ V1، والسبيد دي يعني اللي هي 60 هتبقى ده الـ V2، يبقى هو أقل من 100 إلى 60 عشان يقدر يدخل المنطقة الإيرباندية، تمام. وقال لي افرض لي أي داتا موجودة عندي، طالما أنا مديني بيانات هقول لي الـ Decision Side Distance بتساوي 0.278 في الـ V1 في الـ TG اللي هو زمن الإدراك وزمن رد الفعل، والـ TA اللي هو زمن تنفيذ القرار أو زمن المناورة، والـ V1 السرعة التصميمية، والـ V2 اللي هي السرعة بعد المناورة أو بعد ما تقل سرعتها على حسب المكان اللي أنت داخل فيه، تمام. قلنا الـ V1 بـ100، الـ V2 بـ60 زي ما قلنا. طيب الـ TGA، قال الـ TG بتساوي 2 في الـ Number of Words عدد كلمات الكلمة الموجودة على اليافطة على التلاتة. طيب عدد كلمات الكلمة، الكلمة مكتوب عليها Urban Area السبيد أقل من 60 كيلو، أنا يهمني كلمة واحدة الأربن اللي هي 1 2 3 4 5 أحرف، يبقى 2 في 5 على 3 دي 33% سكند، تمام. التي ار بفرضها من 1.5 ل 7 سكند، خدها 1.5 على حسب شغلك. التي اي بتساوي 2.78 في الفي 1 ناقص الفي 2 على الاي، قلنا الفي 1 100 الفي 2 ب 60، طب الايه؟ قلنا بنفرضها خدها بكام مثلا؟ كام؟ 2.5 كيلو بر اور سكند. بعد كده اعوض اجيب الـ TA اللي هو زمن تنفيذ القرار او زمن المناوره، يطلع عندي كام؟ 4.4 سكند. اعوض في القانون اطلع الـ Decision Side Distance اللي هي بتساوي كام؟ 240 متر. كده انتهينا من تصميم ثلاث انواع من الـ Design Side Distance، سواء الـ Stopping Side Distance، الـ Passing Side Distance، الـ Decision Side Distance، اهمهم الـ Stopping Side Distance طبعا، والغالب ان هتستخدمها في باقي المنهج هي الـ Stopping Side Distance. نادرا جدا ما هتستخدم الباسنج سايد ديستانس، لانك هتستخدمها في حاله وجود طريق واحد اللي هو ايه؟ التو لين تو واي، تمام. كده انتهينا من شابتر رقم 3. بعد كده بقى هندخل في المواضيع الجد او المواضيع المهمه، سواء الهوريزونتال الاينمنت او الفيرتيكال الاينمنت، المنحنى الافقي والمنحنى الراسي، ثم التقاطعات، وهنا ينتهي جيومتريك ديزاين قبل الميد ترم باذن الله.